وأكد الرئيس السيسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة أضافت المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت أن خلال يعني الأحداث اللي فاتت ديت حدثت، يعني أن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين احنا هنعمل ايه؟ حد قال كده يعني؟ او انا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش. مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر، او اللي موجودة في المنطقة عندنا، او اللي موجودة في العالم كله. مهما كانت. شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد، محدش يقدر يعمل معانا حاجة. مهم قوي ان احنا يعني انا خرجت عن سياق الكلمه الحقيقه اللي مكتوبه قدامي عشان اكد على النقطه دي معاكم. في كل تحدي او كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تاثيره علينا، تاثيره علينا ايه؟ ولا حاجه. ربنا هو اللي ربنا. اسمعوا كلامي من فضلكم، انا عايز اقول لكم كلكم الكلام دوت. طبعا طبعا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في اي مشكله ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي.